السلام عليكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية الجديدة المتعلقة بأحوال الطقس بالنسبة لغد الاثنين، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لغد الاثنين تكون خلايا رعدية مصحوبة بزخات مطرية وبرد وهبات من الرياح بكل من شرق الريف والأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير والهضاب العليا الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، كما يرتقب نزول القطرات المطرية مصحوبة أحيانا برعد بالواجهة المتوسطية وشمال غرب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل الأطلسية الوسطى خلال الصباح. وسيلاحظ تكون كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما، وذلك بمنطقة الغرب وبالجنوب الشرقي وجنوب البلاد وتناثر غبار. أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فتتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و24 درجة بكل من السايس والغرب والوكوس وهضاب الفوسفات والجنوب الشرقي وكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.